حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. تحت عنوان السفارات العراقية في الخارج ترهل سياسي ودبلوماسي، يقول الكاتب نهاد الحديثي: الغالبية العظمى من السفراء ومن يأتي بعدهم من درجات خاصة في سفارات العراق بالخارج هم في الغالب من أبناء أو إخوة أو أصهار كبار المسؤولين في الدولة. ولعل ملف وزارة الخارجية العراقية من أكبر هذه الملفات التي ما زالت خفية على الرأي العام العراقي لعدم علمه بما يدور في ممثليات بلاده في الخارج، فضلا عن التعيينات التي حصلت في 19 عاما الماضية بوظائف دبلوماسية من خلال الأحزاب والمحاصصة. ويشير موقع وزارة الخارجية العراقية إلى أن العراق لديه 88 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية حول العالم. لا يعد هذا غريبا في التمثيل الدبلوماسي لأي دولة، لكن ما يثير الدهشة أن العراق لديه تمثيل دبلوماسي وسفارة في بلدان قلما تجد فيها عراقيين. خلاف كبير بين وزارة الخارجية ومجلس النواب فيما يتعلق بتعيين السفراء الجدد، إذ إن بعض الكتل تصر على توزيع السفارات والممثليات الدبلوماسية العراقية خارج البلاد وفقاً لحصص كتلها داخل مجلس النواب. لعل أكثر ملفات الفساد في وزارة الخارجية العراقية هو ملف التعيينات للموظفين والسفراء والملحقين، فكثير من موظفي الوزارة الدبلوماسيين عينوا دون المشاركة في دورات المعهد الدبلوماسي. لا نجافي الحقيقة، فالخارجية العراقية فيها ترهل دبلوماسي وسياسي كبيران، وما خفي أعظم. قصة سفارتنا العراقية وتطبيعها مع الجهل والفساد الذي يستشري في خطوط إنتاج عملها التنظيمي والإداري، فهي تنتج لنا بيضاً عفناً بمواصفات السياسة العراقية الفاسدة. وهذه السياسات هي نتاج أحزاب لا تقرأ ولا تكتب، لا بالعربي ولا باللغات الأجنبية. لذلك لا نرى اليوم سفارات تابعة للدولة العراقية، إنما مقرات لأحزاب تابعة للدولة العميقة. نقرأ مشاهدينا الكرام من صحيفة البصائر مقال الكاتب جهاد بشير جافي: سلك رئيس حكومة الاحتلال 9 في بغداد خطى أسلافه في محاولة اقتناص بقعة ضوء للمزايدة بها والترويج لبرنامجه الحكومي الذي لا يفرق كثيراً عمن سبقه، إلا ببضع حركات ذات أصوات عالية تحاول ميليشيات أحزاب الإطار التنسيقي إبرازها لتحقيق مقاصد سياسية وأهداف ذات مصالح داخلية وخارجية. ومثلما عمد رؤساء الحكومات الماضية لزيارة مستشفيات في بغداد بحجة الاطلاع على الجانب الصحي فيها، كرر السوداني هذه الفعلة وهو يحسب أنه يوصل بها رسالة إصلاحية من شأنها التبشير بتحسين المجال الصحي الذي نخر الفساد فيه جميع أركانه، وبات من أكثر المجالات الحكومية في العراق وضاعة في الوقت الذي يظن أن العراقيين ينسون سابقيه، ممن كان أحدهم لا يكاد ينهي فصل مسرحية زيارته ومتعلقاتها حتى يأخذ الجانب الصحي في البلاد منزلقا جديدا نحو التدهور بأكثر من أي وقت مضى. لأول مرة في سلسلة حكومات الاحتلال تتبجح إيران بهذا الشكل المعلن والصريح، وهي تستهدف مناطق في أربيل والسليمانية بشمالي العراق بقصف مدفعي وجوي بواسطة الطائرات المسيرة، وتهدد باجتياح عسكري عبر الحدود في الوقت الذي تعكف طهران على إنشاء منافذ حدودية جديدة في محافظة ديالة، ظاهرها تمرير بضائع إضافية وباطنها تهريب المخدرات والمنتجات غير المطابقة لمواصفات الاستيراد. والأكثر من ذلك ما تشير إليه تكهنات وتحليلات إلى تمرير أسلحة وصواريخ وربما قطعات عسكرية.
وكل ذلك دون علم حكومة بغداد حكومة الإطار التنسيقي ما تزال في خطواتها الأولى التي تظهر معالم أهدافها، وهي إحالة العراق كله إلى مسرح إيراني بعدما تحول نفوذ طهران وتغولها فيه إلى احتلال صريح بجانب الاحتلال الأمريكي الذي يبدو أنه مطمئن لذلك في سياقات موازنات مدروسة من جانب واشنطن، فهي تستطيع أن تتحكم برتم الحراك الإيراني داخل العراق. وتحت عنوان شوارع إيران مشتعلة في وقت تثير المشكلة في الخارج، نشر صحيفة واشنطن بوست افتتاحية ذكرت فيها أن حركة الاحتجاج التي تجتاح إيران هزت شرعية هذه الجمهورية التي ردت عليها بالقوة المفرطة، وفي الوقت نفسه فمساعدة إيران لروسيا وإرسالها طائرات مسيرة وقدرات لتصنيعها للاستخدام في أوكرانيا يمثل تحديا قويا للولايات المتحدة وحلفائها. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تضافر الأحداث يزيد من ضبابية المفاوضات التي تهدف إلى إيقاف طموحات طهران النووية. التظاهرات الجماعية تدفعها سنوات من الغضب، وهي غير دينية وتدعو لتغيير النظام، وتقودها النساء الإيرانيات والشباب، وحازت على تعاطف السكان والمناطق، ويبدو المتظاهرون أكثر جرأة من الذين سبقوهم، وأظهرت لقطات فيديو شباباً وهم يتقدمون نحو الملال ويخلعون عنهم عماماتهم. وقام حكام إيران الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضعيف بإطلاق العنان للعنف والقمع، وقتل حتى الآن 419 متظاهراً بمن فيهم أطفال إلى جانب 54 من عناصر الأمن، إلى جانب اعتقال 17,451 متظاهراً. وأصدرت المحاكم الإيرانية أحكاماً بالإعدام على 4 أشخاص بزعم مشاركتهم في تظاهرات الشوارع، وهو حكم مقيت ضد مشاركة في احتجاج. ولم تثبط الأحكام من عزيمة المحتجين، فقد قام مئات رجال الأعمال ولمدة أسبوع من شهر تشرين الثاني نوفمبر بإغلاق متاجرهم، واحتج الطلاب وأعلن الكثير من العمال عن إضرابات إحياء لذكرى قمع 2019. وذكرت قناة إيران إنترناشونال ومقرها لندن أن الإضرابات شملت مصانع الفولاذ، مما يعني أن الاحتجاجات توسعت لقطاعات واسعة. نبقى في السياق نفسه، ماذا يمكن أن يأتي على إيران بعد جمهورية الملالي؟ هنا تجيب شيرفين ملكزادة الأستاذة الزائرة في جامعة كولغيت، وهي مؤلفة كتاب سيصدر حديثا بعنوان نار تحت الرماد، الثورة الخضراء والكفاح من أجل الديمقراطية في إيران ما بين 2009 و2019، هذا عنوان الكتاب. تجيب هذه الكاتبة بأن الغضب الذي نشب بعد قتل مهسا أميني الفتاة الشابة التي احتجزتها شرطة الأخلاق في إيران وانتشر بشكل واسع وجريء بشكل يدفعنا إلى التساؤل إلى أين سيقود كل ذلك. وقد جاء أيضا في مقالها بصحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الحقيقة الرهيبة هي أن إيران عالقة بل ومتعثرة أيضا في طريق مسدود هو الأسوأ في كل الأحوال. لا توجد عقدة واحدة أو رأس للإطاحة بالنظام، ورغم الحديث المتكرر عن نهاية المرشد الأعلى للجمهورية خامنئي، فلن يحصل الإيرانيون على لحظة تشبه نهاية معمر القذافي في ليبيا، ذلك أن إيران تحكم عبر الإجماع من نخبة ومؤسسات راسخة مستعدة لمواجهة الأزمة والعبور للمرحلة القادمة، أو حتى ينفذ لديها السلاح أو لم يعد لديها الرجال الذين يقاتلون من أجلها. وعليه فالمرحلة الأساسية في حرف توسع العنف الإيراني هي بداية الانشقاق من داخل النخبة وكسر الصفوف داخل المؤسسة الأمنية، ولا توجد أدلة على حدوث هذا على الأقل في الصفوف العليا من القيادة المدنية والعسكرية. ومن أجل تجنب الكارثة في إيران فعلينا أن نعيد تخيلها كما في وصف المنظر السياسي برنارد كريك
الوسيلة السياسية للحكم، حيث يقوم المجتمع بتشكيل تحالف أو ائتلاف مكرس للتوفيق بين الخلافات بطريقة سلمية، ولن يضم هذا التحالف فقط جيل الألفية بل الثوريين السابقين. عن الحرب الروسية على أوكرانيا، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً بشأن أبرز ما كسبته وما خسرته روسيا في أثناء حربها على أوكرانيا. أوضح هذا التقرير أن روسيا سعت لتحقيق تقدم مهم في أوكرانيا قبل أن تغادر قواتها من مناطق رئيسة في الشرق والجنوب الأوكراني، آخرها مدينة خيرسون. وقد ذكر التحليل بيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب التي قالت إنه بعد التقدم العدواني وصفته بالعدواني في الأسابيع الأولى من الحرب، لم تكسب روسيا أكثر من 1000 ميل مربع في غضون أسبوع منذ شهر نيسان وحتى أبريل الماضي. استعادة أوكرانيا لمنطقة خيرسون بعد انسحاب روسيا في 11 تشرين الثاني نوفمبر أكبر انتصار لكييف في الحرب حتى الآن وثالث ضربة لموسكو بعد انسحاب قواتها من الشمال في نيسان أبريل ثم من خاركيف في أيلول سبتمبر. روسيا وصلت إلى مرحلة باتت غير قادرة فيها على تحقيق أي مكاسب كبيرة بعد أن فقدت مواردها في أوكرانيا، وأشارت إلى أن روسيا سيطرت بالفعل قبل بداية الحرب على نحو 17,000 ميل مربع من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين خلال العام 2014 والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك ولوهانسك. وعن الاستراتيجية الجديدة لروسيا بعد التراجع، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يهدف إلى استنفاد القوات الأوكرانية بهدف تقليل ثقة حلفاء كييف في قدرات جنود أوكرانيا. وفيما يبدو أن الزخم هو لصالح أوكرانيا، فإن الشكل الذي ستتخذه الحرب في الأشهر المقبلة لا يزال معلقاً. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا عنها. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام مع الرسوم الكاريكاتيرية. للفن أشكال وألوان وأساليب تختلف من إنسان إلى آخر، منه ما وصل عبر العصور والأزمان وآخر أوجدته الموهبة الخاصة والإتقان، ليبقى شاهداً على تميز صاحبه ويحفظ إبداعه من النسيان.
وفن الضغط على النحاس إحدى هذه الحرف التي تقاوم الاندثار في محافظة جرف بشمال الأردن. فقد اختار أحمد صمادي لوناً فريداً من الفن ليتميز به، بل ولأن يجعله من الأسماء المعدودة على مستوى بلاده فيه المتمثل بتشكيل لوحات فنية عبر الضغط على النحاس. فقد درس صمادي دبلومة هندسة الاتصالات في إحدى الكليات العسكرية وخدم في جيش بلاده، إلى أن بلغ سن التقاعد برتبة نقيب في عام 1995. إنجاز أي لوحة على الصفائح النحاسية يعتمد على وقت إنجازها على حجمها، يعتمد وقت إنجازها على حجمها وتفاصيلها، فبعضها لا يستغرق سوى ساعات وبعضها الآخر يحتاج إلى أيام. أجواء مونديال كأس العالم الذي يخطف الأنظار هذه الأيام لا تتوقف عند المنتخبات المشاركة وحماسة المباريات التي تخوضها. فقد استعرضت صحيفة العربي الجديد بعض الأزياء الغريبة والمميزة التي التقطتها عدسات المصورين في أثناء مباريات كأس العالم في مونديال قطر. فالجماهير المشجعة تجد طريقها دائما نحو لفت الأنظار وإبراز هويتها في هذه المناسبة المهمة. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، فلنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بريكس هي تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، انطلقت بداية عام 2009 تحت اسم بريك، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا عام 2010 ليصبح اسمها بريكس، وهو مختصر الأحرف الأولى للدول المؤسسة للمنظمة، وهي كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. فماذا تعرفون عنها؟ أهداف المنظمة. تشكل منظمة بريكس 41% من مجموع سكان العالم ونحو 25% من إجمالي الناتج العالمي و16% من التجارة العالمية، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم. تهدف المنظمة إلى إنشاء مؤسسات دولية رديفة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية لتخفيف قيودها وتأثيراتها. أنشأت المنظمة بنكاً جديداً في شنغهاي الصينية، أطلق عليه بنك التنمية الجديد، وصندوقاً نقدياً أطلق عليه صندوق بريكس، ليكونا بديلين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تبنت المنظمة معاهدة لوضع احتياطي طارئ لها، وباتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار. وتلوح المنظمة بإصدار عملة بريكس الموحدة كبديل عن الدولار. فمن هي الدول التي تسعى للانضمام لبريكس؟ سباق الانضمام. 12 دولة تسعى حالياً للحصول على عضوية هذا التكتل الاقتصادي المهم: الجزائر والأرجنتين وإيران والسعودية ومصر، إضافة إلى تركيا وإندونيسيا ودول أخرى. تطمح إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية ونفوذها السياسي والانضمام إلى بريكس. أمنيات وعوائق. برغم الأمال العريضة، فهناك جملة من العوائق التي تعترض طموحات التكتل، وأبرزها مستويات الفقر لبعض شعوبها وعدم تكافؤ الفرص وانعدام المساواة، إضافة إلى البعد الجغرافي بين الدول الأعضاء وتحالف بعضها مع الولايات المتحدة أو أوروبا، زيادة على قوة التنافس بين أعضائها ولا سيما بين الهند والصين من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى. فهل برأيكم ستنجح دول البريكس بإنشاء نظام دولي جديد ثنائي القطب؟
في نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، من الرافدين في صدى الأقلام تقبلوا تحيتنا.